وفجأة على الساعة 11 تماما تجيه رسالة من شخص مجهول على الاس ام اس تقول له الحق ابوك بيموت. وفي نفس الوقت يلي وصلت الرسالة محمد سمع امه قاعدة تصرخ محمد بسرعة الحق ابوك بيموت. يلي ما شاف احداث الجزء الاول بحط رابطه في الوصف. حط السماعة وطفي النور، خذ لك سناك او اي شيء تحب تشربه ويلا. ها يقول محمد: قلبي كان بيوقف من الخوف، وجريت من الغرفة على غرفة أبويا وأمي ولقيت بابا مرمي على الأرض، ولما قربت له حطيت يدي على رقبته وأبوي كان مفارق الحياة. فكرة إن رسالة من شخص مجهول يوصف لك مشهد موت أبوك ويتحقق المشهد بالملي وكأنه سيناريو وهو اللي كاتبه، فكرة حرفيا خلتني مش مستوعب أي حاجة بتحصل حواليا، وكأنه مشهد من أنمي مذكرة الموت. وفي اليوم الثاني دفننا جنازة أبويا وعقلي مش معايا أبدا، وحسيت أني بتجنن، بس لو تكلمت لأي أحد الرسالة الغريبة هذه كلهم بيقولوا علي مجنون وكثير من الكلام. وغير كذا أنا ما حصلت الرسالة من الأساس، كأنها انحذفت وما كأنها موجودة، وهذا كان الشيء الوحيد اللي ممكن أكلم أحد وأثبت له أن اللي حصل معايا حقيقة، وكأن الشيء اللي حصل معايا كان مجرد وهم. وعشان كذا سكت واضطريت اني اتعامل مع الموقف ان ابويا مات فعلا، وفكرة الرسالة صدفة مش اكثر، وكان موت ابويا غير كذا بسبب سكتة قلبية. لكن للأسف يلي بيحصل بعد كذا تعدى كل الحدود حرفيا. عدت فترة ما يقارب 3 شهور، وفي كل يوم ريحة أبوي ما فارقت البيت أبدا. وفجأة وأنا قاعد أقلب في الجوال توصلني رسالة، بس هذه المرة كانت الرسالة SMS واصلة على رقمي الخاص. كان الرقم ظاهر ومبين عندي بعكس المرة الأولى يلي ما كان موجود لا رقم ولا شيء، وكانت مرسلة من شخص مجهول الهوية بعكس المرة الأولى يلي ما كان موجود الرقم أساسا. فتحت الرسالة اللي وصلتني وكان مكتوب في الرسالة: البقاء لله وعظم الله أجرك. رديت عليه شكرا، ومن معايا قال: أنا الشخص يلي عطيتك القصة يلي حصلت معك. وقتها محمد بسرعة قاعد يسأل: أنت مين وإيش اللي سويتها فيني وكيف حصل لك كذا من الأساس؟ أنت قتلت أبوي ولا سويت فيه؟ ويقول محمد: كنت قاعد أكتب الرسائل ويدي ترجف من الخوف، حرارة جسمي مرتفعة من كثرة التوتر والخوف اللي جاني هذيك اللحظة، وكنت منتظر يرد، وفجأة يرسل ويقول لي: روح شوف أمك قبل ما يحصل فيها زي المرة الأولى. وهنا أنا تجمدت عروقي وخايف أخسر أمي لأنها حصلت من قبل ومش بعيدة أنها حتحصل مرة ثانية، فكنت بترجع وأقول له: أنت تبغى مني إيش؟ اطلبني أي شيء في الدنيا بس ما تسوي فينا كذا. وحاولت أني أغريه بكل الطرق، لكن فجأة جهازي علق وتجنن ومش قادر استخدمه حتى، وانطفى وشغلته من جديد. واول ما دخلت على برنامج الاس ام اس ولا كأن في شيء، اختفت الرسائل اختفى الرقم ولا كأن في شيء من البداية. لقيت نفسي عاجز وقاعد ابكي، وبسرعة قمت من فراشي وتجهزت وطلعت من الغرفة ورحت لغرفة أمي واخذتها على المستشفى غصبا عنها، مع أنها كانت تقول: يا ابني أنا ما فيني شيء. ورغم هذا الحمد لله رحنا المستشفى، ولما نسوينا الفحص طلع الفحص إيجابي وما في أمي أي شيء. وبعدها أخذنا غدا من برا البيت ورجعنا البيت وكنا ناكل وكان الجوال قاعد يشحن، وسمعت صوت رنين الجوال وكلمت أختي أسراء تروح تجيبه. راحت وأخذت الجوال وقالت لي رقم مجهول، وأنا من الخوف والتوتر قمت على طول وكبيت الأكل من قدامي ورحت جري وأخذت التلفون وعملت سكرين شوت للشاشة وحفظت الرقم، وأول ما حطيت يدي على زر الإجابة فصل، وبعدها بلحظات وصلني مسج من رقم مجهول وما هو ظاهر. كان محتوى الرسالة: مسوي نفسك ذكي، ها بتشوف، وحاطط إيموجيات تعبر عن غضبها الشديد. وأنا رديت عليه: أنا آسف خليني في حالي. يقول محمد: حسيت وقتها أني بقدر أسوي شيء لأن رقم جواله معاي، وقلت له: لازم تبعد عني ولا بجيبك وبنتحاسب على جريمة قتل أبويا. بعدها ما وصلني أي رد على كلامي والمحادثة مكانها ما اختفت. عدى اليوم الأول وكانت روحي بتطلع من الخوف على أمي، وما نمت إلا اليوم الثاني في الصباح.
وعدت الأيام، وبعد أسبوع كامل وصلني مسج على تطبيق الواتساب وقال روح خذ أمك إلى المستشفى، بيصير لها شيء يخليك تندم على اللي سويتها معايا. وأنا وقتها ما قدرت أمسك نفسي، أخذت أمي بالقوة وهي ما هي راضية تمشي حتى، تكرر كلامها يا ابني أنا بخير ما فيني أي شيء. يقول محمد أنا كنت غاصبة تروح معايا، وبالفعل أخذتها المستشفى وكانت بخير. أول ما دخلت المستشفى أمي أغمى عليها تماما وأنا خايف، وقتها في حالة صدمة وقاعد أصرخ ساعدوني. وجاء دكتور وأخذها معايا ودخلناها غرفة الطوارئ، وأكرر مرة ثانية طلع الفحص سليم ولا في أمي أي شيء رغم التعب يلي فيها ورغم أنه أغمى عليها. وبعدها عدت يومين وكنت قاعد أحاول أتواصل أو أتكلم مع الشخص المجهول أكثر من مرة، بس ما كان يرد عليا في الواتساب ولا حتى رقم الجوال، كان دائما مقفل. وحالة أمي قاعدة تسوء أكثر وأكثر، وما خليت مستشفى وما عديت عليه. بس الله يذكره بالخير أحد الدكاترة نصحني أخذها عند شيخ علاج بالقرآن والأعشاب، فقررت وقتها أني بأخذها وما أترك أي مجال ممكن يساعدني ما أسويه. بعد كذا سألت عن شيخ، وناس كثير دلوني على شيخ يقولوا سمعته طيبة وفي ناس كثير تعالجوا عنده. المهم أخذت أمي، ولما وصلنا عند الشيخ كانت أمي قاعدة جنبي ومنتظرين يجي دورنا، بس وقتها كنت ألاحظ أكثر من مرة أمي تجيب ردات فعل غريبة بدون أي سبب. ومرت الساعات وجاء دورنا ودخلنا الغرفة، وبدأ الشيخ يرقي القرآن على أمي، واكتشفنا أنه مسوين لها سحر وكان من أخطر أنواع السحر. وحاولنا أكثر من مرة نخليه يتكلم الجني اللي فيها إلا أنه رافض يتكلم تماما، ومن يومها ما لقيت أي رسالة من الشخص المجهول. عد شهر كامل وأنا قاعد أخذ أمي عند الشيخ هذا، وفي يوم من الأيام نطق الخبيث يلي فيها وقال بالحرف أنا مرسل من جاركم فلان. وبعدها الحمد لله بالقوة الشيخ طرد من جسد أمي، بس قبل ما يخرج من جسد أمي تكلم عن موت أبويا وقال إنه حصل مع أبويا نفس الشيء، بس أبويا مات بسرعة لأنه يبغاه يموت لأن جارنا كان يحب أمي ويبغى يتزوجها، وكان قاعد يحاول يأخر الوقت عشان يجي يتقدم ويتزوج أمي، إلا أنه الحمد لله خلصنا أمي من المرض قبل ما يصير كذا. وبعدها مر كم يوم ورحنا لقسم الشرطة، تكلمنا عن كل يلي حصل ورحنا على بيت فلان، وأول ما وصلنا كان قاعد يشرب شاي عند باب بيته، وجوا الشرطة وكانوا بيكلموه ويحققوا معاه. بطبيعة الحال أي شخص بينكر كل شيء سواه، بس أنا قمت ورحت لين عنده وقلت له مش قلت لك بجيبك. بعد عني شوي وبدون أي كلام وقف وجاء قدامي وبدأ يتضارب معايا. مسكوه الشرطة وأخذوه على السجن، حققوا معاه واعترف بكل شيء وإنه كان مسوي السحر عند ساحر، بس ما كان يعرف هو فين لأنه تعرف عليه بيوم من الأيام بالصدفة، وكانوا بيلتقوا بأماكن عامة كل مرة في مكان غير المكان الأول. لأن صارت علاقتهم حلوة طلب منا إنه يسوي لها السحر. الله لا يوفقه، والله لا يوفق كل من حاول يضر الناس. وحقيقة هذه القصة مرة موجعة، إنك تشوف أقرب الناس لقلبك يتعذبوا بهذه الطريقة وأبوك يموت فجأة، شيء يخوف. الله يصبر قلبك يا محمد، ولا تنسى تشترك وتسوي لايك، وسلام، أشوفكم في المقطع الجاي.